النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الحقه الاستقرائيه. طبعا احنا في السابق اتكلمنا عن الحقه الاستنباطيه وعرفنا الفرق بين الحقه الاستنباطيه الصحيحه والباطنه وعرفنا شروطها. النهارده هنتكلم عن الحقه الاستقرائيه. انا الحقه الاستنباطيه في حاجه كنت عايزه اقولها عشان اقدر افرق بينها وبين الاستقرائيه. الحقه الاستنباطيه يقينيه ما دام مقدماتي تمام نتيجتي تمام، مقدماتي مش تمام نتيجتي مش ايه؟ مش تمام، يقينيه. طب ليها الفاظ تاني، حتمية، مطلقة، ضرورية، لزومية، يعني لازم، مقدماتي تمام، صحيحة، نتيجتي صحيحة، وهكذا. فخلي بالكم من الألفاظ دي، يبقى الحجة الاستنباطية يقينية، حتمية، مطلقة، ضرورية، لزومية. الحجة الاستقرائية عبارة عن إيه؟ لا تشكل مقدمات الأساس حاسم لكل نتيجة، يعني المقدمات مش هي الاساس اللي بيدعم النتيجه قوي، ولكن كل ما بزود مقدمات اكتر كل ما كانت النتيجه ايه؟ قويه، كل ما بزود مقدمات اكتر النتيجه قويه. طيب يبقى هنا الحجه الاستقرائيه احتماليه قابله للشك، لا تصل لليقين، لا تصل لليقين. ساعات بيسموها هي حاجه ثانيه ترجيحيه، من المرجح. يبقى هنا الحجة الاستقرائية احتمالية لا تصل لدرجة اليقين، ترجيحية يعني فيها شك، من الآخر فيها إيه؟ شك. طيب الحجة الاستقرائية يا صحيحة يا باطلة؟ لا دي الاستنباطية. الحجة الاستقرائية يا قوية يا ضعيفة. بصوا يا شباب، مش حضرتك قلت الحجة الاستقرائية فيها شك؟ طب إزاي يعني الحجة الاستقرائية قوية وفيها شك؟ مثلا أقول إيه؟ معظم سكان المنوفية يستخدمون الإنترنت، معظم سكان القاهرية يستخدمون الإنترنت، معظم وهكذا، يعني معظم معظم معظم. في الآخر بصوا بقى، بعرف إنها حجة استقرائية منين؟ ألاقي في النتيجة كلمة من المرجح، من المحتمل إن سكان كل سكان الجمهورية يستخدمون الإنترنت. من المرجح ان سكان الجمهوريه بيستخدموا ايه؟ ايه؟ دي الحجه القويه. طب ليه لسه قويه؟ بدات بكلمه معظم وعندي مقدمات كتيره. طب في كتاب المدرسه مش جايب لي الحجه الاستقرائيه ضعيفه، اعملها ازاي؟ اقول ايه؟ قليل من دي ضعيفه، قليل جدا، بس انا بجاوب لك ايه؟ قليل جدا من الطلبه حضرتك، يعني ممكن بنت او اثنين من 30 ايه؟ طالب. قليل من سكان الدقهرية، نفس المثال، يستخدمون الإنترنت، قليل من سكان الفيوم يستخدمون الإنترنت، وهكذا. إذا من المرجح، ما هي برضه حجة استقرائية، إن كل سكان الجمهورية يستخدموا الإنترنت. يبقى إزاي أفرق بين الحجة الاستقرائية القوية؟ بدأت بإيه؟ بمعظم. طب الحجة الاستقرائية الضعيفة؟ بدأت بمين؟ قليل من. طيب، خدنا المرة اللي فاتت في شروط الحجة الاستنباطية قلنا لازم يكون في علاقة بين المقدمات والنتيجة. أكيد الحجة الاستقرائية لازم يكون في علاقة بين المقدمات والنتيجة برضه. طيب، هنا قلنا مش لازم يبقى مطابق للواقع، يعني ممكن تجيب لي جملة مش مطابقة مع الواقع. الحجة الاستقرائية لازم تبقى مطابقة للواقع، يعني ما تجيبليش كلام في الهواء. يعني مثلا لما أجي أقول لك إيه؟ أحمد شوقي مثلا شاعر. هو فعلا شاعر، لكن جيت قلت إيه؟ مروة شاعرة، معرفش مين مروة دي. يبقى لازم اجيب حاجه واقعيه. طيب هنا بنعتمد على الصوره في الحجه الاستنباطيه، اكيد العكس الاستقرائيه بتعتمد على ايه؟ الماده، يهمني معنى الجمله. هنا ما يهمنيش. اخر حاجه احنا قلنا هنا يا صاحبي هي باطله، لكن هنا قويه او ضعيفه. ده الفرق او ده اللي احنا خدناه، الفرق بين الحجه الاستنباطيه والحجه الاستقرائيه في التفسير التقليدي. خلي بالكم، لان احنا ان شاء الله الحصه القادمه هنتكلم عن التفسير المعاصر. شكرا والسلام عليكم.